السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة الكرام، حديثنا اليوم عن فضل العلم والتعلم في ميزان الإسلام. ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز نوه بالعلم ونوه بالعلماء، فقال جل جلاله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. فكما تعلمون جميعا، هذا هو الموسم الدراسي ينطلق، وأبناؤنا من التلاميذ والطلبة يحتاجون إلى من يحفزهم لطلب العلم. المسار ربما قد يبدو صعبا والمشاكل قد تبدو كثيرة، ولكن مع كل هذا ينبغي أن نصمد وينبغي المثابرة وينبغي الجد والاجتهاد. يكفي أن طلب العلم فيه أجر وثواب كبير عند الرحمن سبحانه وتعالى، ويكفينا شرفا في الإسلام أن الله سبحانه وتعالى أول ما أنزل من كتابه العزيز القرآن على قلب نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هي سورة اقرأ، لما قال بعد بسم الله الرحمن الرحيم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله تعالى كرر الطلب بالقراءة، وكرر الدعوة إلى التعلم، وجعل في ذلك نورا، وجعل في ذلك فتحا مبينا. فكان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه قوله تعالى اقرأ، كان يعلم صحابته والمؤمنون من بعدهم، يعلمهم ويحفزهم على القراءة. وربنا ذكر القراءة وأداة القراءة فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. القلم هو أداة من أدوات التعلم، لأنه كما يقال: العلم صيد والكتابة قيد. فالقلم هو وسيلة من وسائل التعلم أرشد إليها القرآن العظيم. بل إن الله تعالى جل علاه قبل أن يخلق الخلق، وقبل أن يبدع السماوات والأرض، وقبل أن يخلق الإنس والجن والملائكة، أول ما خلق في الوجود القلم، فقال: يا قلم اكتب. قلم القدرة، اكتب. قال: يا ربي وماذا اكتب؟ قال: اكتب القدر، وهو ما هو كائن إلى الأبد. فعلمنا ربنا بأن قبل أن نبدأ أي مشروع لا بد من التخطيط له، ولا بد بعد ذلك من التنفيذ، ولكن ينبغي أن نقيد وأن نحدد. وهنا وسيلة الاستعانة هي بالقلم، قلم القدرة. اهتماما بالقلم، ربنا سبحانه وتعالى جعل سورة بكاملها في كتابه العزيز سماها سورة القلم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم: نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ربنا أقسم بالقلم الذي هو أداة من أدوات التعلم: نون والقلم وما يسطرون. وهذا إن دل على شيء يدل على فضل العلم وفضل التعلم وضرورة اكتساب الوسائل اللوجستيكية لتمكين الناشئة والتلاميذ والطلبة من العلم والمعرفة. والحق سبحانه وتعالى لما خلق أبونا آدم عليه السلام بدأه بأن علمه كل شيء. لما خلق آدم عليه السلام كان صفحة بيضاء، والله تعالى أراد أن يعطي آدم كل القدرات للمعرفة،
ولو كان قبله الملائكة مخلوقين والجن مخلوقين وعندهم علم، الملائكة عندها علم وفير وغزير، والجن أيضا عندهم علم غفير وغزير، لكن لما خلق الله آدم أبو البشر علمه كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنت تعلمون، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فربنا عز وجل غرس في آدم القدرة على العلم والقدرة على المعرفة والقدرة على الكلام والقدرة على الحوار والقدرة على الاختراع والابتكار والاكتشاف، كل ذلك هو مركوز في النفس البشرية. فأبناؤنا التلاميذ والطلبة نبشرهم بأن الاجتهاد وتحصيل النجاح أمر هين. لماذا؟ لأنه أصلا الله تعالى أعطانا وسائل تحصيل العلم هي مركوزة فينا. لما خلقنا الله تعالى أعطانا القدرة على الفهم وعلى الاستيعاب وعلى الحفظ وعلى التحليل، وأعطانا نسبة عظيمة من الذكاء، وأعطانا السمع والبصر والفؤاد، وأعطانا كل وسائل التعلم وكل وسائل الاجتهاد. فقد قال جل جلاله يتحدث عن الأجنة منذ أن خلقها: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. منذ أن خلقنا أجنة في بطون أمهاتنا لم نكن نعلم أي شيء. الحق عز وجل خلق لنا وجعل لنا السمع لهو أداة مهمة من أدوات التحصيل العلمي، والبصر لهو أيضا فيه الملاحظة والتجربة، ثم الأفئدة الإحساس النشاط الفني، كل هذه الأمور ربنا سبحانه خلقها لنا، قال لنا لعلكم تشكرون. هذه الأمور هي تزدان بالشكر إذا كان هناك طالب أو تلميذ أو أي واحد من الأبناء يشعر بأن تحصيله العلمي ضعيف، وأن قدرته على المعرفة ضئيلة، وأن نسبة النجاح عنده متذبذبة. أنصحه بأن يشكر، كلما شكرنا المولى عز وجل على النعم والعطاءات زادنا من فضله. الحق عز وجل شرف العلم وشرف العلماء، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لطالما حدثنا عن فضل العلم والعلماء، كان يجمع صحابته الكرام ويقول: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. التلاميذ لما يستيقظون صباحا ويذهبون إلى مدارسهم، وقد تكون المدرسة بعيدة جدا كما هو الشأن في العالم القروي، هناك معاناة ديال التنقل وديال الوصول إلى المدارس، لا ينبغي أن نتجر، لا ينبغي أن نتذمر، وإنما علينا أن نعقد العزم ونتشجع، لك الأجر والثواب على قدر بعد المسافة والمشقة، لك الأجر والثواب إذا كانت نيتك صادقة في طلب العلم. فالنبي الكريم ماذا قال؟ قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ثم قال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن ورث العلم فقد أخذ بحظ وافر. الذي يطلب العلم إنما هو يسير على خطى الأنبياء والمرسلين، لأنهم جميعا كانوا يدعون إلى طلب العلم النافع، ويطلب ويأمرون بتحصيل المعرفة التي تفتح لك الأفاق وتعرفك بحقائق الأشياء. ثم إن طالب العلم ربنا أكرمه بكرامة، وهو أن الملائكة تضع أجنحتها رضا لطالب العلم. أنت أيها الطالب والتلميذ لما تذهب إلى المدرسة أو الجامعة أو المؤسسة وتشعر بالمشقة والتعب، فربنا لا يفرش لك فقط الأرض بالسجاد الأحمر، وإنما يجعل الملائكة الأجسام النورانية تفرش أجنحتها رضا لك أيها الطالب وأيها التلميذ. ثم ربنا عز وجل جعل مقام طلب العلم كثير جدا، حتى إنه أكثر من العابد. قال صلى الله عليه وسلم: إن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إنسان يعبد الله وإنسان آخر يطلب العلم، أيهما أفضل عند الله؟ كلاهما
كلاهما في طريق الخير، لكن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. ارفع رأسك إلى السماء وانظر إلى القمر ليلة البدر في الأيام البيض، كيف تبدو أمامه الكواكب؟ تبدو بأنها صغيرة جدا جدا، وهو يبدو ساطعا منيرا، هكذا طالب العلم. فلهذا نحن نحث أبناءنا الطلبة والتلاميذ على أن يجددوا العزيمة لطلب العلم والمعرفة، وخصوصا أن يكون هذا العلم موصلا إلى الله، لأن العلوم كلها نافعة، العلوم جميعها نافعة، لكن يقال بأن فيها أولويات. أول العلوم النافعة هي علوم الدين. فعبر التاريخ علوم الدين هي تعرفك بالله، وتعرفك بنفسك، وتعرفك بحقائق الأشياء، وتعرفك بحقائق الحياة، وما قبل الوجود وما بعد الوجود، وكيف تتصرف على منهاج الله. أول العلوم اللي هو عنده قيمة عظيمة وينبغي الاهتمام به علوم الدين، لأنها مكلفة بالأديان. ثم الطب الذي هو يكلف بالأبدان. علوم الطب إنما تساعد الإنسان على الحفاظ على صحته وعلى عافيته، ثم بعد ذلك تأتي بقية العلوم كلها نافعة. أي علم مهما كان شأنه، تكنولوجيا، فيزياء، كيمياء، رياضيات، فلك، لغات أجنبية، نشاط علمي، فن، رياضة، إعلام، اقتصاد، كل العلوم هي نافعة للبشر. ولكن أولويتها علوم الأديان تعرفك بالله، وعلوم الأبدان علوم الطب تجعل صحتك وعافية جيدة. وكل العلوم ممكن أن تكون في علم الأديان، حتى التكنولوجيا أو الكيمياء أو علوم التغذية أو علوم الملابس، إذا كانت تعرفك بالله، لأن الله تعالى جعل الفضل والأجر لمن يربط بين الحقيقة العلمية وبين جلال الله. فقد قال جل سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فمن يشهد بأن هذا الوجود دال على رب الوجود علمه نافع. قد يكون إنسان يدرس علوم الدين ولكن يقرأ الفروع ويبقى في الاختلافات، وقد يغلب عليه التعصب المذهبي، فلا فضل له، لا فضل له. في حين قد يدرس إنسان آخر الفيزياء أو الكيمياء أو الفلك، ولكن يربطها بجلال الله وعظمة الله، ويربطها بنور الإيمان، فهذا في مصاف العلماء الأوائل الذين قال فيهم المولى عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وأولو العلم قائما بالقسط، الله تعالى عادل. وحينما يتعلم الإنسان العلم، من يستطيع أن يكون مثله؟ أفضل المراتب هي العلم. هناك من يجري ويلهت نحو الكراسي، وهناك من يجري ويلهت نحو جمع المال، وهناك من يجري ويلهت نحو الشهرة. كل هذه منافع دنيا، لكن أعظم شيء أن تجري وتلهت وتتعب لطلب العلم، لأنه هو الفضل الأكبر. ربنا عز وجل قال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فرق كبير بين الذي يعلم والذي لا يعلم. فالعلم هو نور وضياء، هو لأبناء الفقراء مال، ولأبناء الأغنياء مال وجمال. أبناء الفقراء إذا أراد أن يخرج من دائرة الفقر ويصير في دائرة الغنى ويرتقي، عليه بالعلم. فالعلم لأبناء الفقراء مال، ولكن أبناء الأغنياء عندهم المال، فما قيمة التعلم؟ قالوا: العلم لأبناء الأغنياء مال وجمال. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هذا العلم إذا حصله المؤمن فإنه يبقى دوما، لا ينتهي بموته، لأن كل الأعمال التي تقوم بها تنتهي بموتك. إذا كنت مسؤول في أي قطاع من القطاعات، أو عندك شهرة في أي مجال من المجالات، تنقضي بموتك. إلا العلم، العلم يبقى بعد موتك ويأتيك بالأجر والثواب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، منها علم ينتفع به. هناك الآن علماء أجلاء
في قرون مضت ولا زالوا يحصلون على الأجر والثواب. لما نذكر أسماءهم: الإمام مالك رضي الله عنه، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، الإمام أبو حنيفة رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله، الإمام الغزالي رحمه الله، الإمام الشاطبي رحمه الله، الإمام ابن كثير رحمه الله، الإمام البخاري رحمه الله. كل هؤلاء لما ندرس علومهم نترحم عليهم ولهم الأجر والثواب، وهم بلا عد ولا حصر، لأن الثقافة الإسلامية في ازدهارها إنما بدأت بالعلوم الدين، ولكنها تفرعت إلى علوم اللغة والبيان، ثم إلى علوم الفلسفة والفكر وعلم الكلام، ثم تفرعت إلى العلوم الحية من فيزياء وكيمياء وجبر وطب وفلك وغيرها من العلوم. الثقافة الإسلامية في فترة ازدهارها كانت هي أعظم ثقافة مرت في التاريخ في زمانها، واستمرت لقرون، 8 قرون استمرت الأمة الإسلامية رائدة تحمل راية العلم والمعرفة والبحث. وكانت الدول الأخرى، أوروبا وما جاورها، كانوا يأتون إلى العالم العربي، إلى بغداد وإلى دمشق وإلى الأندلس وغيرها وإلى العراق لكي يتعلموا. ولكن فيما بعد للأسف أسباب متعددة ساهمت في ضعف التحصيل العلمي عند أبناء الأمة الإسلامية. نحن الآن في وضع غير مشرف، ولكن عندنا أمل، عندنا أمل أننا نعيد أمجادنا، نعيد القدرة على العلم وعلى التحصيل، ونصل إلى مقام الريادة. هذا ليس على الله بعزيز. لهذا أيها الأحبة الكرام، في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى سوف نتحدث عن أزمة العلم وعن أزمة التدريس وعن المشاكل التي يعاني منها قطاع التعليم والبحث العلمي والمعرفة، وكيف يمكن أن نرتقي بهذا المجال. فأنا أدعوكم جميعا للمشاركة في هذه النقاشات والحوارات التي ربما يكون فيها فائدة عظيمة لأبنائنا ولأطر التعليمية ولكل مهتم بالمعرفة في هذا البلد الأمين. فنحن نستحق أن نكون في الريادة، نستحق أن نكون في المقدمة، لأن الله تعالى حبانا بكل الخيرات، حبانا أولا بنعمة الإيمان واليقين، وحبانا بالقرآن العظيم، وأن جعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الخيرات في بلادنا كثيرة، والأطر البشرية متعددة، والشباب ما أكثرهم. وما يعوزنا هو شيء من التفكير الجاد، ثم العزيمة القوية، ثم التخطيط والتنفيذ لنصل إلى أعلى المراتب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا وعليكم نعمة العلم والمعرفة، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعل وإياكم من العلماء الذين يشهدون أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. بارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.